تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 من نوفمبر القادم، وأشار ترامب إلى أنه يريد أن تتم الانتخابات في موعدها، لكنه يخشى أن تصدق توقعاته بأن تكون الانتخابات الأكثر تزويراً في التاريخ. والرئيس الأمريكي قال: "لا أريد تأجيل الانتخابات الرئاسية، لكن أتوقع أن تزور". زاد الجيش الإسرائيلي تجهيزاته الهجومية كما الدفاعية على حدود لبنان في إطار حال تأهب غير مسبوقة منذ حرب يوليو عام 2006، وهي مرشحة للاستمرار أياما طويلة قادمة. الخطوة الإسرائيلية تأتي تحسبا من عملية حدودية تقوم بها ميليشيا حزب الله، وكان حزب الله استهدف الاثنين الماضي دبابة إسرائيلية بصاروخ كورنيت المضاد للدبابات وسيارة إسرائيلية بنيران رشاشة في منطقة جبل الشيخ، فردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق عند الحدود مع لبنان على المرتفعات الشرقية لبلدة كفر شوبة وفي محيط موقع رويسات العلم.